هاي مشاهدينا، نحن اليوم بالبارت 2 من الانفينيتي كيو 50 اللي عم نشوفها لاول مره على تي في ضمن اوتوفوكس بلبنان، ورح نتناول اكثر المواضيع اللي داخل السياره. مره جديده معنا من ريمكو وكلاء الانفينيتي بلبنان مسيو رالف حموش، انت سينيور سيلز كونسلتنت رالف، وعم رح نشوف من الداخل اليوم معك قديش مهم هالتو سكرينز اللي تاتش سكرين بالسياره، وقديه التكنولوجي صارت مهمه بانفينيتي. مزبوط، انا نعتبر انه عندك وقت كثير بتقضيه بالسياره لازم تكون على طول كونكتد، سو عندك دول ديسبلاي مع ان تاتش انفينيتي ان تاتش اللي بتعمل كونكت اكيد ثرو يور فون للبلوتوث كرمال تطلع تليفوناتك، واكيد حتى ايميلك كان بي سينك والكالندر تبعك كرمال تعرف حتى ايمتى الان، وعندنا كل شخص البروفايل تبعه، يعني كمان شيء 3-4 بروفايل بنقدر نعملهم. مزبوط، كل شخص في يعمل اديت ليوزر معين بالسياره تيظبط ان ديتيل مثل ما عاملين مثلا يوزر لالي اذا بنشوفه على الكاميرا سريعا 100% باليوزر ليست فينا نلاقي انه جورج عنده يوزر حسب درايفنج مود تبعه، القعده والستيرنج وحتى الميررز والميوزك، اكيد ميوزك والاير كونديشننج السيتنج تبعه المعين بحبه هو، وكل الكونتاكتس اللي موجودين على التليفون اللي مجرب نعمل فيها بالبلوتوث عم ينزلوا موجودين بالسياره على السكرين هون كونكتد. اكيد، وبصير نحكي فوش تو توك سيستم من دون ما نعوز التليفون بطريقه سيف. مظبوط، فويس ريكوجنيشن كمان نطلب الشخص من دون ما حتى نطلبه يعني بالصوت بس. مظبوط، بلا للكيو 50 بليز اطلبي لي رالف مثلا. exactly. اطلب لي بشكل اوتوماتيكي. سريعا بعد شو بنحكي قبل ما ننزل على في شيء كثير مهم هو الانفينيتي درايف مود سيلكتور. نعم، حتى هيدا سيت لليوزر، كل واحد بيحط بيرسونال درايفنج مود له من البوتن اللي موجود على الكونسول. أوكي، مبين فوق انه فينا نغير من كذا درايفنج مود للبيرسونال للستاندرد ايكونومي. البيرسونال مود هي وقت نغير الانجن ترانسميشن من سبور للستاندرد لايكونومي لسلو. نعم، الستيرنج حتى هيدا شيء مهم، اول سياره فيك تتحكم بالستيرنج تبعها تحبه هيفي حسب طريقة ستيرينج مع كويك ريسبونس او ستاندرد مع كويك ريسبونس. نعم، او فيري لايت اند كاجوال، كله بتتحكم فيه بالبيرسونال درايفنج مود تبعك. حلو كثير رالف هالاوبشنز الموجودين بهالكيو 50. هلا صار وقت ننزل لنتعرف اكثر كمان ونحكي عن الامور اللي عم تقدموها كريمكو لزبائنكم. رالف، من بعد ما شفنا السياره من داخل راح نتعرف عليها كمان، نرجع بفيو من برا ونذكر كمان اكثر المشاهدين عن الاوفرز اللي عم تقدموهم لتسهلوا اكثر حياه شخص بده يشتري السياره. اكيد نحن عم نقدم 4 سنين كفاله او 100,000 كيلومتر كوارنتي على السياره، 3 سنين فري مينتيننس، واكيد عندنا 24/7 رود اسيستنس رو سايد اسيستنس لكل سيارات انفينيتي. نعم، كمان برجع بشدد حيلا سياره بانفينيتي بتحبوا تجربوها ات از افيلبل بريمكو تست درايف، اي اكيد تطلبوا 1599 الهوت لاين وي كان بوك تست درايف مع حيلا حدا من السيلز كونسلتنتس تبع انفينيتي. بحب اقول لكم انه ان الله رد ترقبوا بالصيفيه كمان الكيو 50 بانجن جديد اللي هو 2.0 تيربو 4 سلندر، اكيد رح يكون انجن جديد فينا نحكي عنه ان شاء الله قريبا كمان على اوتو فوكس وقت توصل السياره اوائل هالصيفيه. اوكي، لكن ناطرين بعد شيء جديد اكثر من هيك، بس الكيو 50 اللي معنا اليوم كفت ووفت من ناحيه شكلها ومن ناحيه كل شيء اوبشنز ذكرناهم معك رالف، خاصه من الديسبلاي الموجود بالدبل سكرين. مزبوط، داخل السياره. سعرها للكيو 50 بنرجع نذكر فيه، سعرها هو 66,900 دولار انكلودينج في اي تي، هذا اللونش برايس على السياره. اكيد اذا بتحبوا تجوا تشوفوها موجوده وكل كولرز افيلبل تقريبا بالشوروومز عندنا بالمين برانش بشيح بفردان وبجل الدين. بدنا نذكر بمعلومه اخيره اللي كنا عم نحكي اكثر عن داخل اليوم، انه السياره 3.7 لتر و 328 حصان، 360 نيوتن متر اوف تورك. ان شاء الله قريبا كمان بنرجع نطلع كرمال 2.0، اكيد برجع بشدد رح تكون افيلبل بفور سلندر 2.0 اوائل الصيفيه. شكرا رالف على وجودك معنا اليوم. مشاهدينا اكيد شكرا لكم على المتابعه، وبنذكر انه ويلرز دوت ام اي دائما
لتشوفوا كل سياراتنا بيوتوفوكس وغيرهم، تعرفوا أكثر عن كل الأوبشنز وعن أسعار كل السيارات. إلى اللقاء.